السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان مبارك عليكم وعلينا، إن شاء الله الله يدخل علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة. باش تمنيتو جيت نقترح عليكم بحلاوة باللوز، كتجي زوينة ولذيذة، نتمنىكم تجربوها. وإلى أول مرة كتزوروا قناة أم خولة مرحبا بكم، ألف مرحبا، ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير عندنا اللوز محمر ومهرمش بهذه الطريقه، كنزيدوا عليه السكر كلاصي، جوج معالق كبار نتاع الزبده، وجوج معالق كبار نتاع العسل، وجوج معالق كبار نتاع ماء الزهر. كنحتاجو الورقة والزبدة مذوبة، نتمنىكم تتبعو معايا الفيديو، راه الطريقة مشروحة فيه. كنجمعوا العناصر ديالنا مزيان، كنسرحوا الورقه، كندهنوها بالزبده، وكنديروا الخليط ديالنا على شكل الحرابيل بهذه الطريقه، كنلويوها.
ولي سالينا كنديروها في اللاطا. بعد ما سالينا كنقطعوهم بهذه الطريقه وكندهنوهم بالزبده وكندخلوه للفران مسخن من قبل على درجه حراره 180. غادي ندخلهم للفران حتى كيتحمروا. بعد ما تحمروا كنديروا لهم العسل. هذه البحلاوه كتجي زوينه ولذيذه ومقرمشه. نتمنىكم تجربوها، والى اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الجرس، بارطاج مع الاصدقاء والاحباب، والى لقاء الفيديو اخر ان شاء الله.